ازيكم عاملين ايه؟ هو ليه مجلس الامن مجلس امن؟ يعني انا معرفش هل السؤال ده طرحناه على انفسنا قبل كده ولا لا. عايز تقول ايه يعني يا يوسف؟ عايز اقول كده، ليه مجلس الامن هو مجلس الامن؟ ليه مجلس الامن هو اللي مفترض انه يقرر ايه اللي يحصل في كل حتة في العالم؟ اقول لك، لانه عمليا تشكيل مجلس الامن لو انت بصيت عليه كويس هو تشكيل معمول من الدول اللي هي مفترض انها فازت بالحرب العالميه الثانيه. يعني عمليا كده لازم تبقى باصص كويس، عشان ناس كتير بتقعد تسال تقول لك واين القانون الدولي؟ اين مقررات الشرعيه الدوليه؟ بص يا سيدي، القانون الدولي، اي حد في الدنيا درس قانون دولي، انا بحكم تخصصي، انا كان تخصصي في جامعه اقتصاد، فاحنا لازم ندرس قانون دولي، اكيد مش زي المتخصصين الكبار في القانون الدولي وما الى ذلك، دراستنا للقانون الدولي برضه بتبقى اكثر محدوديه من دراسه اقسام العلوم السياسيه وما الى ذلك، لكن الاساس في القانون الدولي انه اساسه البقاء للاقوى، والاقوى هو اللي بيحدد المسارات. اي مادة، اي بند، اي شيء متعلق بالقانون الدولي هو معتمد في اساسه على مسألة القوة. ليه ما معتمد في اساسه على مسألة القوة؟ انه الدول التي فازت بحروب، الدول التي تمتلك الجيوش الاكبر، الدول التي تمتلك دوائر حيوية اكثر قوة، الدول التي لديها اذرع سياسية اكثر قدرة على الضغط، بتبدأ انها تفعل مجموعة من الاجراءات والخطوات، ثم تصبح سنة فيما بعد ذلك اسمها ما بين قوسين القانون الدولي. طب وايه هي قرارات الشرعية الدولية؟ الشرعية الدولية قرارات اللي بتطلع من الأمم المتحدة، ممكن يبقى بعضها متعلق بمجلس الأمن، يقرر ما يشاء ويرفض ما يشاء إلى آخره، فدي اللي بنسميها الشرعية الدولية. في فرق كبير جدا جدا ما بين الحق والعدل. الحق والعدل يعني ايه؟ هو النهاردة حلقة فلسفة؟ لا، العدل هو تفعيل القانون. فلان الفلاني عمل شيء ما، بالقانون يعاقب كذا وكذا وكذا. القاضي الجليل بيحكم بإيه؟ بيحكم بما لديه من أوراق وأدلة ويفعل عليها القانون. هنا أصبح قرار السيد القاضي عدل. ليه؟ لأنه طبق القانون طبقا للي قدامه. هل بالضرورة ده حق؟ لا. تعال ناخد على سبيل المثال مثال بعيد جدا، فلان الفلاني قتل علان العلاني أو اتهم بقتل علان العلاني، كل الأدلة اللي موجودة قدام أي قاضي في الوجود بتقول إن فلان قتل علان، سين قتل صاد، القاضي هيحكم بإيه؟ هيحكم بالإعدام مثلا. يعني طبعا سيبنا من انه قرار الاعدام ده بيحتاج حاجات كتير، يعني منها سبق الاصرار والترصد والتخطيط وما الى ذلك. المهم، بس القاضي ان حكم بالاعدام يبقى عمل ايه؟ عدل، قال العدل. طب السؤال، هل بالتأكيد سين قتل صاد؟ مش يمكن متورط وما قتلش؟ يبقى الحق ايه؟ الحق ان سين ولا يتسجن ولا يتعدم، بس العدل انه يتسجن ثم يتعدم، اصل القانون بيقول كده. اذا خد كل ده واعكسه على قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. الحق والعدل، طب العدل قايم على القانون، طب والحق؟ الحق بيقول والله يا جماعة ارض عربية يعيش عليها العرب بقالهم آلاف السنين، ده الحق. هل من حق حد تاني انه ياخد منهم الارض؟ لا. هل من حق حد تاني يروح يموتهم ويقتلهم ويعذبهم ويأسرهم ويعتقلهم؟ لا. طيب جه الحد التاني ده وخد قرار، زي ما كنت بقول لكم من يومين، خد قرار يقول يا جماعة أنا عندي رجال دين أفتوا وقالوا إن الأرض دي من حقي دينيا. وزي ما قلت لك قبل كده، وفي حاجة اسمها أرض من حقي دينيا؟ يعني إيه أرض؟ أنا هنا مش بتكلم على مقدسات، مش بتكلم على مكة المكرمة مثلا، مش بتكلم على القدس، المقدسات اللي في القدس تحديدا، لأن القدس مدينة، احنا هنا قصة تانية. لكن هل في حاجة اسمها إنه مثلا، تخيل نقول إيه يا جماعة، إنه لازم كل المسلمين اللي في العالم يروحوا يعيشوا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، هل في ده منطق؟
طبعا لا، هتقولي لا يوسف، الاوطان ما لهاش علاقه بالديانه، الوطن يضم مختلف الاديان ويضم ايضا ما بين جنباته حتى اللي مالوش دين، ده اسمه وطن. اقول لك صح، هذا حق. بس الجماعه اللي جم من اوروبا، الجماعه اللي جم من افريقيا، الجماعه اللي جم من الامريكتين وقالوا يا جماعه احنا ناس شريعتنا وديانتنا اسمها اليهوديه، واحنا عندنا رجال دين بيقولوا ان احنا لازم ناخد فلسطين دي، فنقول لهم هذا ليس حق. فيبدا الناس دول يعملوا مجموعه من الافاعيل ويذهبوا إلى الأراضي العربية الفلسطينية آنذاك بعد مؤتمر بازل، وبالمناسبة بدأوا يروحوا في موجات هجرة من قبل وعد بلفور. المهم، ويبدأوا يقرروا إن هم هياخدوا الأرض دي بأي شكل من الأشكال. طب إحنا عاوزين نشتري حتة أرض، هنا بقى دي الكذبة الكبرى، إحنا عايزين نشتري الأرض، فيترد عليهم مش عايز أبيع. طيب ماشي، احنا هنأجر هنا، فيأجروا ويقعدوا. بعد شوية أنا عايز أشتري الأرض، أنا مش هبيع. بس الأعداد بتزيد، فتتشكل عصابات اسمها كده العصابات الصهيونية، بدأت تشتغل الأول في بدايات القرن العشرين ومن قبل وعد بلفور. يبدأوا يجهزوا هجرات، وكانت وقتها شركات الملاحة الكبيرة وقتها واللي كانت بتمتلك أغلبها عائلة روتشيلد الشهيرة، كانت بتمول بعثات الهجرة أو موجات الهجرة الاستيطانية إلى الأراضي العربية فلسطين آنذاك. الناس دي بعد كده اللي راحوا واللي طلبوا يشتروا الأرض، لأنه الأرض ما اتباعتش زي ما الإعلام الصهيوني يحاول أن يروج ويستمر في الترويج، وللأسف بينجح في غسل العقول حتى هذه اللحظة، وعقل العيال الصغيرين تحديدا اللي في المدارس يتقال لهم ما هو أصل الفلسطينيين باعوا أراضيهم، ما حصلش. اتشكلت عصابتين، عصابة اسمها شتيرن وعصابة اسمها أراجون، عصابات مسلحة، ميليشيات مسلحة على الأراضي العربية في فلسطين. فبدأوا يروحوا، انت هتبيع ولا لا؟ لا مش هنبيع. تضرب وتتسحل وتتقتل وتتشرد ويتم الاستيلاء على ارضك. مركز الدراسات الفلسطينية على سبيل المثال هتلاقيه متخم بالابحاث وبالوثائق اللي بتثبت بما لا يدع اي مجال للشك، بل حتى بعقود الملكيات، والفلسطيني دايما هتلاقي عنده عقد الملكية والمفتاح بتاع البيت، حتى لو البيت اتهد، حتى لو نزلته الجرافة على الأرض، عنده العقد وعنده المفتاح. على رأي الست فيروز، سنرجع يوما، ردني إلى بلادي. هتلاقي أنه ما تم بيعه من أراضي لا يتعدى نسبة 1% مما تم الاستيلاء عليه بفعل العصابات الصهيونية شتيرن وأراجون، ثم بعد ذلك ما أطلق عليه جيش الدفاع وفصائل الهاجاناو. طيب يعني الناس دي ما بعتش ارضها؟ لا ما بعتش ارضها، يعني الناس دي بتتقتل وبيتنكل بيها بقالهم تقريبا حوالي 117 سنه، القصه اطول من نكبه 48 بكتير. يجي بعد كده وعد بلفور ويقول لهم بصوا، بلفور وزير الخارجيه البريطاني انذاك، عشان في ناس متخيله ان بلفور ده كان رئيس وزراء، هو ما كانش رئيس وزراء، عشان دي معلومه خاطئه برضه، ده وزير خارجيه، يقول لهم الارض دي بتاعتكم، ويبقى في عندنا النص الشهير ما لا يملك وعد من لا يستحق. حصل كده، دبحوا الناس. تيجي تقول لي يعني فلسطين عمرها ما كان فيها يهود، اقول لك لا، طول عمرها فيها يهود، زي ما مصر فيها يهود، زي ما كل الاراضي العربيه كان فيها يهود، زي ما كل ما نعرفه باسم العالم الاسلامي فيه يهود، وزي ما فخامه الرئيس ادى درس شديد الوضوح، شديد الحسم، شديد الحزم، بانه اليهود لم يكونوا ابدا مضطهدين في الاراضي العربيه او الاسلاميه، اليهود تم اضطهادهم في اوروبا وفي اماكن كتير من العالم، لكن مش عندنا. يبقى النتيجه الاولى اللي احنا نطلع بيها، واحد باعوا اراضيهم كذب. بيتم قتلهم والتنكيل بيهم بقالهم تقريبا 117 سنه؟ ايوه.
سحلوا ودفنوا داخل تراب أراضيهم؟ أيوة، العالم كله تآمر ضدهم وضد العرب؟ أيوة. حصلت النكبة في 48، فأصبح في عندك هنا بقى إيه؟ مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ونقعد بقى نرص الأرقام وقرار التقسيم، ويا ترى هنقبل قرار التقسيم ولا مش هنقبل، طب إحنا قابلين قرار التقسيم، فيجي حتى الصهاينة نفسهم هم اللي يرفضوا قرار التقسيم، ويقرروا كمان إنه ده إحنا هنستولي على الأراضي التانية اللي الأمم المتحدة قالت إنها حق للفلسطينيين العرب الفلسطينيين، فيقرر المحتل الصهيوني إنه ياخد الأراضي بتاعت العرب برضه برغم الشرعية الدولية. الله، طب مش انتوا قلتوا لنا يا جماعة احنا هنمشي بالعدل وهنمشي بالقوانين وبقرارات الأمم المتحدة ووصبة الأمم ومجلس الأمن والذي منه؟ أيوه. طب ما تطبقوها بقى؟ لا، شيء غريب جدا. طب ما بتطبقوهاش ليه؟ علشان الاحتلال مسنود قوي، مسنود من كل التقايل اللي موجودين على سطح الكرة الأرضية، مسنود من كل عواصم القرار للأسف الشديد اللي هي بتقرر للعالم كيف يمشي كيف يسير، فضلهم يقولولنا كيف نتنفس وكيف نشرب جرعة ماء واحدة، بيقررولنا اقتصادنا يمشي ازاي، بيقررولنا نظمنا السياسية تتحرك ازاي، بيقررولنا مفاهيم الديمقراطية من وجهة نظرهم هم، يقررولنا فجأة في غيبة من غياهب أو في غيبة من غيبات العقل والمنطق أنه إسرائيل وحل الديمقراطية، هو من الديمقراطية أنك أنت تضطهد الشعوب، من الديمقراطية أنك تقتل الأطفال، من الديمقراطية أنك أنت تستولي على الأراضي، من الديمقراطية أنك أنت تحتل، في الأمم المتحدة تقول لك أنت محتل فس عليك مسؤوليات فأنت ما تقومش بمسؤولياتك، هي دي الديمقراطية؟ طب الديمقراطية بتقول أن احنا في بيننا اتفاقات مبدئية علشان خاطر نوصل لحلول. تخيل احنا اوسلو تقريبا بقالها 30 سنة، دلوقتي احنا بنتكلم على حل الدولتين من ايام اوسلو، تصورنا انها بضع سنين لن تتعدى اصابع اليد الواحد، وقتل رابين وماتت اوسلو، وقتل ابو عمار، هل تموت القضية؟ لا، هنكمل. الغريب، كل الغريب انه مش بس الغريب اصبح بيتامر على القضيه وبيشتغل على تصفيتها، ساعات الغريب واللي مش غريب ماشي. طيب سيبنا من الغريب واللي مش غريب، السؤال، هنسى الحق ما تيجوا نركز في العدل؟ طب ما العدل برضه ما بيتحققش لا بالشرعيه الدوليه ولا بالقرارات ولا بقرارات الامن مجلس الامن ولا بما تقره الامم المتحده او توصي به. عرفت ليه بقول لزمايلي أصل مجلس الأمن مش هيعمل حاجة ولا عمره عمل لنا حاجة؟ الأمل كبير جدا، واحد في ربنا أول حاجة، اتنين في إنه الفلسطينيين نفسهم يبقوا واقفين مع بعض وقفة واحدة، ننسى مسألة إن إحنا فصايل، إحنا شعب. طب كويس، هل مصر اجتهدت في ذلك؟ اجتهدت وأصابت، حلو، ادي كده واحد. اتنين، الاهم دلوقتي هو عدم تصفية القضية باي شكل من الاشكال، اي مسألة متعلقة بإعادة التوطين تصفية للقضية، اي مسألة متعلقة بالتهجير تصفية للقضية، اي مسألة متعلقة بالاسراع والتكالب على التطبيع مع العدو اسمها تصفية. لا تصفوا قضية الصراع العربي الصهيوني، هو في حد بيقدم حاجة قبل ما ياخد؟ هو احنا خدنا حاجة؟ طب يقدموا السبت عشان نقدم الحد؟ مش كده ولا ايه؟ طيب الامل الثالث هو انه يبقى في دولة قوية جدا نزيهة جدا لا تدافع إلا عن الحق مصحوبا بالعدل، في الحالة دي هي دولة واحدة اللي تقدر تتحمل كل هذه الأحمال على عاتقها. الكبير دايما يتحمل حتى وإن خسر أحيانا بعض الأمور، بس بيتحمل، يقدم دائما، يبادر دائما. فهتلاقي إن الكل بيقوله دي القاهرة،
التاريخ بيقول كده، القاهرة والله ما هي شوفينية مصرية على الإطلاق، التاريخ بيقول كده، تفاعلات السياسة بتقول كده، الجغرافيا بتقول كده، المنطق بيقول كده. فطبيعي جدا ومنطقي جدا إنك هتجد كل زعماء العالم المعنيين بهذا الأمر، طبيعي جدا إنك تلاقي كل وزراء الخارجية المعنيين بهذا الأمر، طبيعي جدا تلاقي كل السياسيين الكبار المعنيين بهذا الأمر هتلاقيهم بيتصلوا بالقاهرة، يتصلوا بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو يذهبوا لملاقاته والاجتماع معاه والتباحث حول كيفية حل هذه الأزمة. طيب الرئيس عنده مبدأ رئيسي واضح، الحل مائدة مفاوضات، فيبقى نمرة واحد لازم نوقف إطلاق النار، وقف لا كده ولا كده. الرئيس امبارح من ضمن الحاجات اللي قالها لبلينكن كده، قال له انت بتتكلم على ناس بقالها تقريبا 40 سنة بلا افق وبلا امل بتضرب، بس كنتوا متوقعين ايه؟ طيب هو دي اول مرة نقول الكلام ده؟ الكلام ده احنا بنقوله بقالنا كتير من 2014 عمالين بنحذر يا جماعة، غلط غلط، الوضع هينفجر، اللي بتعملوه ده هيصاحبه أكيد رد فعل، ورد الفعل مش هيبقى محسوب. فتجد أنه على سبيل المثال كل اللي بيجرى ده قدامك. إذن أنه الرئيس امبارح يقابل بلينكن، أن الرئيس يتلقى الاتصال الهاتفي على سبيل المثال النهاردة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطبيعة الحال بيناقشوا الأوضاع الإقليمية ومستجدات هذا التصعيد الحالي في قطاع غزة في أراضينا في فلسطين المحتلة. تم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء هذا الموقف، منع، خد بالك، توسيع رقعة العنف والصراع. الرئيس امبارح قال لبلينكن إيه؟ قال له أطراف جديدة هتدخل على الصراع إن لم نوقف ذلك فورا. وده الكلام اللي اتقال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا سوف يهدد أمن واستقرار المنطقة كلها. الحقيقة أنه فخامة الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توافقوا على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة أولا، استعادة الاستقرار الأمني، أولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع الاستهداف لهؤلاء المدنيين، خصوصا أنه الأوضاع شديدة الخطورة، الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة في قطاع غزة، لازم ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبصورة عاجلة، وإلا انفجرت الأزمة زيادة على انفجارها الحالي. يا سادة يا كرام، لحضراتكم شايفينه القطاع معتم، لا كهرباء لا طاقة، أكبر من كده لا ماء. يمكن امبارح بدأوا يفتحوا شوية المية لأهالينا هناك في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. بالمناسبة ما هو ده بده من ضمن قرارات الشرعية الدولية، وده من ضمن القانون الدولي، إن المحتل يتحمل مسؤوليات الدولة اللي تحت الاحتلال وشعبه، بس برضه هم مش عاوزين يتحملوا المسؤولية. طب معانا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم، الكاتب المختص في العلاقات الدولية. أهلا بيك يا أستاذ عزت. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إزاي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ أهلا وسهلا، أهلا بيك. كيف ترى الأوضاع يمكن حتى هذه اللحظة في فلسطين، والاتصالات الكثيفة والمقابلات أيضا التي يتلقاها الرئيس إما من رؤساء أو وزراء خارجية لو صح التعبير العالم؟ أعتقد أنه الدبلوماسية السياسية، الدبلوماسية الرئاسية في مصر بتتحرك بشكل واعي جدا لمتطلبات هذه المرحلة، تعمل على إنهاء هذا الوضع المأساوي في قطاع غزة، وعلى الأقل نريد أن تدخل المساعدات دون مضايقة من إسرائيل ودون تعرض بالمعابر للقصف من جانب الإسرائيلي. للأسف الشديد هم لا يسمعون، هناك بالفعل انتهاكات صارخة بتحدث، هناك تحذيرات من الأمم المتحدة بأنه هناك تحولت غزة إلى قطعة من الجحيم، على رأي مثل ما قالت إحدى المسؤولين في الأمم المتحدة. هناك وضع يحتاج إلى تحرك سريع خلال 24 ساعة القادمة. المجتمع الدولي ازداد اقناعا بالرؤية المصرية في ضرورة أنه توفير مناخ مناسب لإدخال المساعدات، في نفس الوقت لا يمكن أن يمر
الرعايا الاجانب من رفح الفلسطينيه الى مصر دون ان تكون هناك ضمانه لدخول المساعدات الى القطاع. تمسك مصر بهذا المطلب اعتقد انه اثمر عن زعماء عدد من الدول ودول كبيره ودول دائمه العضويه في مجلس الامن تتشاور مع مصر في هذا الشان. اضيف اليها اليوم طبعا دعوه مصر الى عقد القمه الاقليميه يوم السبت القادم، هناك ترحيب دولي كبير بهذه القمه، ادراك العالم ان هناك خطوره شديده مما يجري وهناك خطر شديد من اتساع دائره العنف واتساع دائره رقعة الصراع، ربما ستؤدي إلى حرب إقليمية لا نستطيع أن احتواء أثارها. كل هذه المعطيات اليوم ندرك أنه دائما مصر تأتي في الوقت المناسب لتحاول أن تطفي النيران وتحاول أن تضحد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي. هنا أستاذ عزت يتعرض لعمليات أستاذ عزت هنا هيبقى بالتأكيد في ملاحظتين مهمين أنا محتاج رأي حضرتك وتحليلك ليهم. إزاي أنا هقدر أقول أن أنا عايز أوقف الصراع الموجود، ويمكن من متابعتك واختصاصك تعلم جيدا أنه مجلس الأمن لن يأتي بخير، الولايات المتحدة بتبعت حملات الطائرات لشرق المتوسط، فعمليا حتى التعامل مع الوضع الراهن ليس تعامل في أي اتزان، لا اتزان سياسي ولا اتزان منطقي أصلا. من ناحية تانية وحضرتك أكيد برضو تابعت النهاردة وامبارح أنه أصبح هناك تصريحات من دول مستعدة أو على الأقل هكذا هي تصريحاتها للدخول على خط التماس فورا، فاحنا بنتكلم على وضع عمال بيلتهب ويزداد احتقانا. دول مستعدة تخش على خط التماس، الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل جسر جوي وبتبعت حاملة طائرات ومستعدة تبعت التانية. فهل تتصور أنه مجلس الأمن سوف يخرج لنا بقرار ما يمكن يكون فيه حلحلة للوضع الراهن؟ أعتقد أنه مجلس الأمن فشل في التوصل إلى صيغة تتعلق بإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع أو وقف إطلاق النار بشكل عاجل. هناك بالفعل الجهود المصرية جاءت في بعد أن فشل مجلس الأمن في الوصول حتى إلى أبسط شيء، وهو أنه السماح بدخول المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع. المسألة أنه هناك حشد عسكري كبير في المنطقة وفي الشرق المتوسط، مصر لا يسميها مثل هذه الأمور ولكنها تعمل وفق رؤية واضحة في شأن أنه لابد من خفض التصعيد ولابد من أنه وقف ما يجري على من حشد عسكري على قطاع غزة، لأنها ترى أن هناك مأزق شديد تتعرض له كل الأطراف. كانت هناك فترة ربما أخذت الحماسة الجميع، لكن اليوم بعد زيارة بلينكين واجتماع مع الرئيس السيسي وأمدى زيارته لعدد من الدول العربية المعنية بالأمر، أدركوا أن الأمر ليس بهذه السهولة. هناك مأزق في لدى الحكومة الإسرائيلية، مأزق كبير لأنه رفع سقف التوقعات إلى مستوى هائل، تحدث عن اجتياح القطاع في ساعات وربما وتدمير البنية التحتية الحماس وغيره من الأمور، لكنه في نفس الوقت اصطدم بالداخل الإسرائيلي. هناك الأسر الأسرى الإسرائيليين يريدون حل، يريدون عودة أبنائهم طبعا. هناك مقاومة شديدة أيضا لفرق الخبرات. نتنياهو ليس بالرجل العسكري الذي يستطيع أن يحسم معركة، هناك تخوف شديد من إدارة هذه المعركة واستدعاء الاحتياطي غير المؤهل وغير المدرب بشكل كافي. هذه الأمور كلها أعتقد أن مصر تحينت الفرصة المناسبة حتى أنها تطرح طرح لا يلقى اليوم قبول عدد كبير من الدول، وهناك استجابة واسعة لهذا المطلب المصري بأن نجلس على التفاوض وأن نحاول أن نطفئ هذه النيران في أسرع وقت ممكن. طيب في حاجتين بقى مهمين جدا أستاذ عزت، وده أنا بسأل فيهم أستاذ عزت ككاتب متخصص كمان جدا في الشؤون الأمريكية أو العلاقات الأمريكية الشرق أوسطية. أنا قريت المقال الأخير لتوماس فريدمان، وقريت أيضا مقالا افتتاحيا في وول ستريت جورنال.
توماس فريدن بالتأكيد بيتكلم على الوضع الراهن على الأراضي الفلسطينية ان هو وضع الانفجار طول ما هو مستمر بهذا الشكل وعدم وصول الى حل ما للتهدئة العسكرية فان الوضع ذهب للانفجار. فهنا هيبقى سؤالي المتعلق او المبني على ما قال توماس فريدمان، والامريكان ناويين على ايه؟ اللي بيعملوه هو المزيد من الاحتقان والمزيد من الشحن في المنطقة. طيب وول ستريت جورنال تتحدث الحقيقة في مقال خائب من وجهة نظري، معرفش حضرتك شفته ولا لا، بيتكلموا بقى على مسألة خلق ضغوط على مصر لقبول مسألة التوطين او مسألة استقبال الفلسطينيين في مقابل حزم وما الى ذلك. الإدارة المصرية شديدة الوضوح بانه لا، مرفوض، ده امن قومي اولا وتصفية للقضية بالدرجة الاولى ايضا. لكن الامريكان عايزين ايه؟ ملاحظة حضرتك دقيقة جدا في مسألة ان وجود تباين في الآراء في الإعلام الأمريكي. هناك بالفعل تيار داخل الصحافة الأمريكية بيرى ان إسرائيل في وضع حرج وانها لابد ان تستمع الى صوت العقل في هذه المرحلة. هناك اكثر بالفعل اكثر من مقال في الساعات الأخيرة بيتحدث عن ماذا بعد، ماذا ستفعله إسرائيل في قطاع غزة بعد أن تدخل، ما هو المدى الذي ستصل إليه العملية العسكرية، وما مدة بقاء إسرائيل في القطاع، وهي تعلم أن خبراتها السابقة في عمليات الغزو من هذا النوع وآخره 2014 منيت بفشل كبير واضطرت إلى الخروج في نهاية الأمر رغم أنها كانت بتقوم بعمليات محدودة، إضافة لتطور نوعي حصل في المقاومة وطريقة تنفيذها للعمليات. يعني هذا لم تعرفه أبدا لا أجهزة الاستخبارات ولا الأمن ولا حتى الجيش الإسرائيلي، ما عرفوش يعملوا قدام التطور الجديد ده حاجة لأنه ما اختبروهوش قبل كده. صحيح. المسألة الثانية هي مسألة أنه الأصوات اللي بتتكلم على موضوع التوطين والتهجير وكده أعتقد أنها بتقلل كثيرا من وضع الدولة المصرية وتقلل كثيرا من فكرة أنه مصر تتمسك بأراضيها وبحدودها وأنها لا تقبل مثل هذه الصفقات. هم يريدون أن يكون الفلسطينيون أن يحصل الفلسطينيين على وضع مثلما هو وضع اللاجئين في أكثر من دولة عربية، ويروا أنه مصر عليها أن تأخذ نصيبها اليوم. هذا طرح فاسد وطرح غير مقبول، ومن يروجون له في الإعلام الأمريكي يستخفون بمكانة مصر وقدرة مصر على أنها تدافع عن أراضيها وعن خياراتها في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت هو طرح يصطف مع المحتل ويرى أن الحلول الوحيدة تأتي من هذا المحتل. وبالتالي نحن الحديث عن أمريكا ككتلة واحدة، نعم هم يؤيدوا إسرائيل بشكل مطلق على مستوى السياسي بشكل وأيضا بشكل انتهازي وبراجماتي عشان سنة الانتخابات الأمريكية، لكن في نفس الوقت هناك بعض الأصوات التي بدأت تقدم نفسها على أنها ترى أن الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ بالنسبة لصانع القرار في إسرائيل. أشكرك جدا 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 أستاذ عزت، وياريت تنورنا في البرنامج بقى قريب، وأنا لا يكفيني أن أنا أقابل حضرتك في مناسبات، أحب أتنور بيك وأتشرف بيك في برنامجنا. كل الشكر للكاتب الصحفي الكبير أستاذ عزت إبراهيم، الكاتب المختص في العلاقات الدولية. الأمريكان عايزين إيه؟ عايزين مصلحة إسرائيل. هل التأييد بتاع الرأي العام الإسرائيلي بتاع الرأي العام الأمريكي الدعم لإسرائيل زي الأول؟ هقول لك لا، اختلف، أصبح أقل. هل أقل كتير يعني أقل بشكل مؤثر؟ لا مش مؤثر، لكن أقل. ده جيد على جانب ما. هل الأمريكان عاوزين يمارسوا علينا ضغوط؟ الأمريكان نفسهم يمارسوا علينا ضغوط. هل الأمريكان عاوزين يقدموا إلينا حزم إغراءات؟ هم بيسموها حزم المساعدات المالية. مصر الحقيقة عندها مبادئ واضحة لا تحيد عنها. الأراضي المصرية هي أراضي مصرية، ده واحد. اتنين، الأمن القومي المصري ما فيهوش مناقشة. الأمن القومي المصري ما فيهوش مناقشة. المبدأ الثالث وهو المتعلق بالقضية العربية ككل، لا تمييع لا تصفية لهذه القضية بأي حال من الأحوال. مصر مش هتسمح بده. دي الخلاصة عشان وول ستريت جورنال، يعني وول ستريت جورنال يستريحوا، عارف كده بدأ يتبطوا. هل مصر هتقبل إغراءات؟ لا. هل مصر هتمتثل لضغوط؟ لا. هل مصر هتسمح بتصفية القضية؟ برضو لا. الكلام امبارح كان واضح في الاجتماع. فاصل ونكمل الكلام. Thank you.
أنا ما شفتش يوم عدل عد على فلسطين، ولا شفت ضمير العالم بيتعامل بضمير حقيقي مع فلسطين. لو فلسطين، لو إسرائيلي اتخربش يقوم العالم ولا يقعد، ولو قتل آلاف الأطفال بل والرضع من فلسطين العالم لا يحرك ساكنا. واحد راجل أمريكاني قتل طفل لمجرد أنه من أصل فلسطيني، بس أنه من أصل فلسطيني. أما السيد الفاضل جو بايدن فيصف الجريمة بأنها عمل كراهية مروعة. طبعا رئيس دولة عمل كراهية مروعة. عارف انت فيلم الناصر صلاح الدين؟ عارف الله يرحمه يا رب حمدي غيث، وبعدين مش فاكر كان قاعد مع مين يعني ممثلا عن انه احد قادة وامراء وملوك اوروبا، فبيقول له قلاقل، فراح بصص له حمدي غيث كده ريتشو قال له قلاقل، تصف كل هذا بأنه قلاقل. هي بالظبط كده عمل كراهية مروع. انتوا مش قادرين يعني جو بايدن او ادارته او الشارع السياسي الامريكي او المؤسسات الامريكية مش قادرة تستوعب انه ده نتيجتكم انتوا، دي نتيجة طبيعية لكل المقدمات اللي زرعتوها انتوا تحديدا، جو بايدن تحديدا من وقت ما كان نائبا في الكونجرس وصولا الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية الى اخره، الكل شارك في ذلك، مش بس جو بايدن، كل الادارات الامريكية من وقت ما بقى في حاجة اسمها اسرائيل وحتى هذه اللحظة انتوا شاركتوا في ده، انتوا صورتوا وساهمتوا واكدتوا قدر استطاعتكم زورا وبهتانا ان الفلسطينيين ما هم إلا مجموعة من القتلة والمنظمات الإرهابية. انتوا ما قلتوش ان هم شعب محتل، انتوا ما قلتوش ان هم بيقاوموا احتلال، انتوا ما قلتوش ان هم كان بيداس عليهم بالبلدوزرات وبيداس عليهم بالجرافات. طفل اتقتل بستة وعشرين طعنة لمجرد انه من أصل فلسطيني. عمل كراهية مروعة. أمريكا تحرك أساطيلها فقط لأجل مصالحها وإسرائيل. الإعلام والصحافة الأمريكية تقوم ولا تقعد لأجل فقط جندي إسرائيلي اتخربش. أما مصري مش مهم، عربي مش مهم، فلسطيني مش مهم خالص 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 نهائي. كبرنا هنقول عمل كراهية مروعة. طب ما حد يقول لي يا ترى هل ترى السي ان ان اللي بيعملوا مشاهد سينمائية اتكلموا عن عمل الكراهية المروعة، ويا ترى اتكلموا عنه ازاي؟ فريد زكريا اتكلم عن العمل المروع، كريستيان امن بور اتكلمت عن عمل الكراهية المروعة، فوكس اتكلموا عن العمل المروع، سي بي اس اتكلمت عن العمل المروع، ABC اتكلمت عن العمل المروع. عمل كراهية مروع. طيب خد بقى السيناريو ده ونفس المشهد واعكسه، اعكسه. مش هقول لك بقى عربي، مواطن من اي حتة قام بلطم طفل اسرائيلي على وجهه، لا قام بزغد طفل اسرائيلي في كتفه، ايه زغد الواد، لا فين حملات الطائرات، فورا ده زغد الواد، الواد كتفه ما بيتحركش من الزغده، الواد ابوه دخل مصحه للعلاج النفسيه عشان الواد اتزغد، الواد امه حاولت الانتحار لانه ابنها اتزغد، الواد بيبكي 24 ساعة وبيصحى مكوبس لأنه اتزغد. وهيقعد مذيعين السي ان ان وولف على فريد زكريا على كريستيان امن بور، هيقعدوا يصولوا، وولف بالذات هيقعدوا يصولوا ويجولوا لأجل الواد المزغود. أما المقتول ب 26 طعنة عمل كراهية مروعة. من واشنطن الكاتب الصحفي محمد البديوي وهو المختص في الشأن الأمريكي بطبيعة الحال، أهلا بك يا أستاذ محمد.
اهلا وسهلا بحضرتك. يا سلام، انت هادي جدا والله، خلتني هديت انا كمان والتقطت انفاسي. استاذ محمد، كيف ترى هذا الحادث الذي وصفه جو بايدن، او كيف تراه الصحافه الامريكيه، كيف يراه الراي العام الامريكي، كيف يراه الاعلام الامريكي، وهو العمل الذي وصفه بايدن بانه عمل كراهيه مروع؟ منذ اللحظه الاولى للحادث قامت وسائل الاعلام بالاشاره الى ان الحادث انما هو ضد المسلمين، وقامت الشرطه بالتأكيد أن هذا الشخص قام بقتل الطفل وطعن أمه لأنهما مسلمين، وهاجمهما وردد كلمات تثبت ذلك. تم القبض عليه ولا زالت الإجراءات، طبعا هناك إدانات من مختلف الهيئات، وهناك تمت مراسم الدفن منذ قليل في الساعة الواحدة بتوقيت العاصمة الأمريكية. هل أخذ هذا الحدث الزخم الذي يأخذه أقل اعتداء على مواطن إسرائيلي؟ أنا سأتكلم عن ما يحدث هنا في الولايات المتحدة. نعم. فيما يخص هذه الأزمة. نعم. نحن لدينا أزمة كبيرة منذ بالأمس. تلقى أحد المراكز الإسلامية رسائل عبر البريد الإلكتروني تقول الموت للمسلمين. أيضا منذ أيام تم الاعتداء على أحد الفلسطينيين في مدينة نيويورك من قبل شخصين. وأيضا رفض أحد أصحاب المنازل في مدينة نيويورك السماح لشخص بالسكن في أو استئجار غرفة لأنه مسلم. هذه الأشياء إنما هي نتاج طبيعي لما شهدناه الأيام الماضية من زخم إعلامي ضد الفلسطينيين واتهامات للفلسطينيين وهجوم وعدم والانحياز التام إلى الموقف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. لذلك هناك مطالبات من المسلمين، وهناك مطالبات من عدد كبير من الجهات إيضاح الأمر، هناك مطالبات للإعلام بتوضيح الصورة بشكل أكبر، خاصة وهو ما حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد عليه بالأمس في حواره مع 60 دقيقة، وهو ما وصفه مسلمون بأنه متأخر جدا. هذه التصريحات يرون أنها متأخرة جدا، وأنها جاءت بعد هجوم أمريكي وعدم على الفلسطينيين، مما أجج مشاعر الكثيرين ضد موقف ضد المسلمين في الولايات المتحدة. كانت بداية الأزمة منذ اللحظة الأولى، وهي عندما تم الإشارة إلى أن هذا الحادث يشبه ما حدث في 11 سبتمبر، وهو ما دفع إلى الكثير من المقارنات وتوجيه أصابع الاتهام بشكل أو بآخر، وكأن الولايات المتحدة كانت تريد لإسرائيل أن تتخذ رد فعل مشابه لما تم اتخاذه في 11 سبتمبر، وتم مناقشة ذلك في الكثير من القنوات والصحف في الولايات المتحدة. هذا هو ما شاهدناه الفترة الماضية، وتطالب المراكز الإسلامية والهيئات الإسلامية المسلمين هنا بتقديم بلاغات في حال توجيه في حال شعروا بأي جرائم كراهية أو إهانات أو تلقي أو وجود اعتداءات أو ما شابه. يحاول المجتمع الأمريكي الدفاع عن مثل هذه المواقف، وهناك الكثير من الأمريكيين من مختلف الديانات والأطياف هم يطالبون بوقف ما يسمونه جرائم الكراهية. هذه المظاهرات، هناك جانب آخر يتم في الجامعات الأمريكية. الجامعات ترسل إلى الطلاب لا تتظاهروا لدعم فلسطين، وتم تهديد أكثر الطلاب في أكثر من جامعة الذين قرروا التظاهر بأنه سيتم فصلهم، وهو ما تم في عدد من الجامعات في محيط واشنطن دي سي العاصمة، وحتى جامعة هارفارد. هناك بعض الطلاب الذين أصدروا بيانا في الأيام الأولى وأدانوا إسرائيل، إلا أن
الجامعة أدانت تصرفهم، وبعد ذلك أكد رجال الأعمال ومسؤولي الشركات كبرى أنه لن يتم توظيف هؤلاء الأشخاص. هذا أيضا هناك بعض المنظمات داخل الجامعات تلقت إيميلات تطالبهم بدعم إسرائيل. هذه المواقف إنما تشكل أزمة كبيرة هنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعرف المواطنون ما هي التوابع، خاصة أن هناك اتصالات كثيرة تلقاتها بعض المنظمات الإسلامية تشير إلى حالة من الريبة والخوف، وهناك إيميلات أرسلتها بعض الجهات وبعض المصالح وبعض الأماكن وبعض الشركات تطالب الموظفين بالحذر وتجنب النقاش في السياسة. غرباء، احنا عايشين غرباء في هذا العالم الظاهر. هل انا ممكن استعير اسم الديوان بتاعك اثقل من جبل يمشي؟ اثقل من جبل يتمشى. أولا اثقل من جبل يتمشى. اولا انا قريته بالمناسبه، يعني وان كانت دي مناسبه اخرى، لكن انا قريته واهنيك عليه واشكرك عليه يعني جدا جدا جدا. ربنا يخليك، شكرا وشرف ليا. لا ده انا اللي اتشرف. هل أقدر أقول إنه قضيتنا العربية بشكل عام أو قضايانا العربية هي تقريبا نفس عنوان الديوان؟ والله يمكن، طبعا يمكن إنك أنت تسقط على الوضع الحالي اللي إحنا بنعيشه. هي رحلة الحقيقة، ما نراه في هذه الأزمة هي محاولات من الجانب الإسرائيلي والجانب الغربي لطرد الفلسطينيين. كل ما يقال خلال الساعات الماضية وخلال الأيام الماضية إنما يشير بشكل كبير إلى أنه يجب السماح للفلسطينيين بوجود ممرات آمنة. لماذا تريد مني أن أغادر أرضي؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يجب أن نجيب عليه. لماذا تحاولون طردهم من أرضهم؟ هذه أرضهم، لماذا تجاهلتم هذه القضية لسنوات؟ طبعا هذه الأزمة إنما تشير إلى غياب العدالة بشكل كبير في العالم، تشير إلى أن الوضع الحالي إنما هو يسمح للقوي بأن يسيطر وأن يفرض آراءه، وهذه هي الأزمة بالنسبة لنا. نحن لدينا نقاط قوة كثيرة، ولدى الدول العربية كما يقول المحللون إن لدى الدول العربية أوراق ضغط كثيرة. لا نعلم إلى أي مدى سيتم استخدام هذه الأوراق، وإلى أي مدى نحن حتى الآن شاهدنا مقتل. طب من وسع ما هستأذنك نوسع دايرة الإجابة مش بس السؤال، يعني بمعنى أنه مش لماذا لا نستخدم، هل نريد استخدامها أصلا أستاذ محمد ولا لا؟ أنا مش بتكلم على مصر. هل نريد، مش هنسمي دول، هل نريد؟ الأزمة الحالية الحقيقة هي كاشفة للموقف العالمي الذي ينحاز بشكل كبير إلى الجانب الإسرائيلي دون أي اعتبار لحقوق الإنسان ودون أي اعتبار لحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في سجن مفتوح. في الأيام الماضية قرأت عدة مقالات، منها مقال كتبه شخص يهودي وقال أنا ضد حماس، وهو يعمل في إحدى المؤسسات الكبرى هنا في الولايات المتحدة، قال أنا ضد حماس وأنا يهودي، ولكن قبل حماس لو لم تكن لتكون موجودة. إذا قمنا بحل القضية الفلسطينية، إذا قمنا، وهو تحدث كثيرا عن فكرة أن غزة هي واحدة من أكبر البقع اكتظاظا بالسكان في العالم، وأن هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في غزة إنما هم بحاجة إلى حقوقهم كمواطنين، حقوقهم كبشر. هذه هي القضية الأساسية التي يحاول العالم أن يتجاهلها، يحاول أن يتجاهل لماذا حدث ما حدث، ولا يحاولون الإجابة على هذا السؤال، لأن هذا السؤال إنما يدين
الدول الكبرى التي تقاعست طوال السنوات الماضية عن محاولة حل القضية الفلسطينية. هناك سيناريوهات كثيرة، لكن بالعودة إلى النقطة الأولى التي كنا نتحدث فيها فيما يخص الأوضاع في الولايات المتحدة بالنسبة للمغتربين والعرب، هناك أيضا نقاط إيجابية. هناك اجتماعات تتم بين العرب، خاصة أنهم قادرون على التأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستقام العام المقبل في ولايات متأرجحة قادرة على حسم مقعد الرئاسة، وهي وخاصة ولايتين ميشيغان وبنسلفانيا. وكانت الأصوات العرب قبل ذلك تذهب بشكل كبير إلى ديمقراطيين. تناقشت مع أحد الأشخاص وقال لي، وهو أحد المسؤولين عن التنسيق، قال لي أصواتنا لن تكون محسومة للديمقراطيين كما كانت في السابق. الفترة الماضية طبعا توقع العرب من أصل أمريكي في الولايات المتحدة أن يكون هناك محاولة لنقاش بشكل عادل وبشكل مختلف عن الأوضاع الحالية، لكن كانت الصدمة وكانت الأزمة فيما شهدناه، وكانت الرغبة في الانتقام من الجانب الإسرائيلي مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 طفل وأكثر، وما يقارب حتى الآن، نحن أعتقد أن الأرقام اقتربت من 3000 شخص تم قتلهم وتم دفن عائلات. المشكلة أن الإعلام لا يحاول، هل يكتب ده أستاذ محمد في الصحافة الأمريكية؟ يعني هل الأرقام من الشهداء الفلسطينيين، المصابين، الأطفال، هل تكتب وتنشر في الصحافة الأمريكية؟ هل تتلى ويشار إليها في الإعلام الأمريكي، يشار إليها كأرقام حقيقية؟ حتى إذا كتبت تكتب في المتن، ولا وحتى إذا ظهرت على التلفاز لا تظهر ولا تخصص برامج كاملة ولا تخصص إشارات كاملة. طبعا لا تناقش في الأيام الأخيرة محاولات لإعادة الأمور إلى بعض التعقل. لاحظنا خاصة في بعض القنوات استضافة مسؤولين تحدثوا عن الأزمة وتحدثوا عن أنه أن غزة هناك انتهاكات في غزة، هناك قتل في غزة، هناك نقص في المياه وفي الكهرباء، وهناك موتى ولا يجد. ولكن يصاحب هذا السؤال ويصاحب هذا الحديث، لماذا لا تفتح ممرات آمنة؟ السؤال ليس فتح ممرات آمنة، السؤال هذه هي أرضهم، لماذا لا تناقشون القضية بشكل حقيقي؟ يعني هذه هي الأزمة الحقيقية في الإعلام هذه الأيام حقيقة، عدم النقاش بموضوعية والانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر كامل. حتى إنه عندما نوقش وقيل إن إسرائيل، وعندما قالت منظمات حقوقية إن إسرائيل استخدمت الفسفور الدولي، لم تحاول المؤسسات الإعلامية هنا التأكد من الواقعة، وإنما قيل نعم نرجو أن تلتزم إسرائيل بالقوانين الدولية وقوانين الحرب. لم يتتبع أحد هل إسرائيل التزمت بالفعل أم لا، هل إسرائيل استهدفت قتل مدنيين أم لا. كل هذا تم تجاهله تماما هذه المرة، وكأن عمليات القتل التي تتم بسهولة ضد الأطفال الفلسطينيين وضد المواطنين إنما هي عادية. طبعا سمعنا كلمة الرئيس الأمريكي بالأمس، والتي هم هيفضلوا مستمرين في كده. يعني في النهاية أستاذ محمد خليل، أول أشكرك جدا 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 جدا، وهنيك مرة تانية على أثقل من جبل يتمشى. كاتب الصحفي والشاعر الحقيقة محمد البديوي، شاعر رائع بالمناسبة، المتخصص في الشأن الأمريكي. ما هو بص، طول ما احنا كده
طول ما احنا عايزين نجري نمضي في عقود هيفضل الدم العربي مباح وبواح. العربي مش بس الفلسطيني. كان زمان كده يحكوا لنا قصه واحنا صغيرين اسمها اكلت يوم اكل الثور الابيض. الثور الابيض بتاعنا كان فلسطين. نؤكل عادي يعني. طول ما احنا عايزين نجري نمضي ونختم ونبصم الدم العربي مباح وبواح. اللهم إني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونكمل الكلام. سعدت جدا اليوم بمرافقة زملائي في هيئة البريد المصري بافتتاح مكتب من نوع جديد، هو الأول من نوعه في مصر، هو مكتب الخدمة من داخل السيارة، بمعنى أن المواطن يستطيع دخول المكتب بسيارته والحصول على كافة الخدمات البريدية وهو جالس في سيارته، خدمة ما يعرف بالدرايف ثرو. المكتب مفتوح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، يستطيع أي مواطن أن يحصل على كل الخدمات البريدية أو الخدمات التي يقدمها البريد بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات الحكومية كخدمات السجل المدني أو خدمات الحصول على شهادة المخالفات أو كافة خدمات البريد كخدمات وصلها والحوالات البريدية وباقي الخدمات المالية التي يوفرها البريد. المكتب الحقيقة بهذه الطريقة نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين، هو الأول من نوعه. إن شاء الله هناك خطة لنشر هذا النوع من المكاتب في يعني مختلف محافظات الجمهورية وأيضا في باقي مناطق القاهرة الكبرى. الحقيقة البريد المصري من وثبة إلى أخرى، لدينا الآن حوالي 4500 مكتب بريد صعودا من 3200 قبل 5 سنوات. استحدثنا خدمات المكاتب المتنقلة ثم خدمات المكاتب الخفيفة على شكل أكشاك موجودة في الأماكن التي بها يعني مرور كثيف من المواطنين، ثم جاء اليوم استحداث آخر بخدمات الدخول بالسيارة داخل مكتب البريد أو مكاتب الدرايف ثرو. الدرايف ثرو كونسبت قدمه بريد مش كبير في العالم، يمكن سبقنا البريد الامريكي من سنتين، انما النهارده احنا اوائل الناس اللي بنقدم مكتب متكامل درايف ثرو في المنطقه وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا. هو ده نوع جديد من الخدمات اضفناه في الهيئه القوميه للبريد، ومش هيقف عند المكتب ده الدرايف ثرو واحد، هيبقى طبعا في كل المناطق حسب الكثافه السكانيه وتواجد المواطنين والطلب على الخدمه دي. بيتلقى الخدمة بطريقة بسيطة جدا زي اللي بيتلقاها وهو داخل الفرع على رجليه، بيبقى فيه كيوماتيك على أول الطريق بياخد الرقم، ورقم المكتب اللي بيقدم له الخدمة بيكون متعلم عنده، بيقف وياخد الخدمة بتاعته. معمول حسابنا للمانوفرنج أو للمناورة، لو المكتب مشغول بيروح للمكتب اللي بعديه، كمان بيقدر يتحصل على خدمة الاي تي ام وهو داخل السيارة أيضا لو مش عايز يتعامل مع الموظف، وبيخرج من الناحية التانية بكل انسيابية. بنعتقد ان احنا بنقدر نخدم اكتر من 10 عملاء في نفس الوقت من خلال الدرايف ثرو برانش. تجربة فريدة من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط كمان، ان يكون في خدمه بالشكل ده، ان العميل يخش مش محتاج انه ينزل من عربيته خالص، وهو جوه عربيته بياخد خدمته باكمل وجه. يعني احنا بنتعامل مع العميل عن طريق ان العميل بيخش بالعربيه بتاعته، بيخش على الشباك، سواء احنا بنادي عليه بكيوماتيك بنشوف الخدمات اللي هو ايه اللي محتاجها، بيقطع رقم من بره من الكيوماتيك بننده عليه بيدخل بالعربيه، بنشوف الخدمه اللي هو عايزها بنقدمها له، بيخلص الخدمة بيمشي على طول.
طيب اهلا بحضراتكم. بالمناسبه يعني اقدر اقول لكم ان هناك خبر عاجل انه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى خلال الدقائق القليله الماضيه اتصالا من الرئيس الامريكي جو بايدن بطبيعه الحال لمتابعه الموقف الراهن على الاراضي الفلسطينيه وتحديدا الاعتداءات المستمره في الاراضي الفلسطينيه على غزه. ده بس يعني وجب التنويه. وتاني أقدر أقول لك يعني دون تعليقات ودون تحليلات وما إلى ذلك، هذا الأمر أنا أراه طبيعي جدا وإنه كان لازم كده هيحصل. في النهاية بايدن لازم يتصل بفخامة الرئيس السيسي، إن كنا نريد حلا للوضع الراهن في فلسطين يجب إن إحنا نتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كنا نريد تهدئة يجب إن إحنا نتباحث في ذلك مع الرئيس السيسي، إن كنا نريد حلا نهائيا لهذا الصراع يجب علينا إن إحنا نتباحث مع الرئيس السيسي. الرئيس أطلق مسألة أنه قريبا يجب أن تكون هناك مبادرة وقمة يبقى فيها الزعماء والقادة سواء إذا كانوا الإقليميين أو الدوليين للوصول إلى حلول. الحل من القاهرة، الربط من القاهرة، العقد من القاهرة. خليني وإحنا بنتكلم في نفس السياق، فأنه الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الجمهورية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. عاوزين نعرف يعني هذه الحملة وتفاصيلها ومستجداتها وكيفية ان احنا نذهب للتبرع بالدماء لاجل اهالينا الفلسطينيين. معانا على التليفون استاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا بيك يا استاذ حضرتك. عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. يعني عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذه الحملة وايضا ازاي المصريين يقدروا ان هم يشاركوا مع حضراتكم. يمكن الحملة بدايتها كان تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الاهلي، هو باطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني طبعا، وكان ده بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم بحملة تحت شعار قطرة الدماء تساوي حياة. ويمكن بجد يعني هو الملحمه ما كانتش المؤسسات الاهليه واللي عملوه في المحافظات والمتطوعين الشباب اللي كانوا معانا في كل حته، ولكن بعتبر بجد الملحمه الحقيقيه هو الشعب المصري اللي بجد شفنا منه حاجات اليومين دول قد ايه فعلا متعاطفين مع اهالينا في قطاع غزه، وقد ايه بجد ما فيش حد مش عايز يساعد، والناس قد ايه في اقبال غير طبيعي على حمله التبرع بالدم. ويمكن ايضا كمان خلينا نتكلم مع حضرتك على القافله اللي احنا طلعنا بيها كتحالف وطني 34 طبعا كيان مؤسسات مجتمع اهلي، ازاي شاركنا مع بعض وقدرنا نجهز 106 شاحنه مليئه بالمساعدات لاهالينا في قطاع غزه سواء مساعدات غذائيه او بطاطين او ايضا ادويه طبيه ومخيمات، كل حاجه كان قدرنا ان احنا نطلعها، وده كله طبعا بتبرعات شعب مصر اللي بجد يعني انا بشكرهم جدا على وقفتهم. وده هو دايما الشعب المصري معودنا على كده، مش في الازمات الداخليه فقط ولكن كمان حتى مع اشقائنا وجيراننا اللي هنا بعتبرهم طبعا اخواتنا. احنا الحمد لله بجد عايز اقول لحضرتك والله ما بننام عشان نقدر نعمل اقصى ما عندنا عشان نقدر نودي الحاجه دي لاهالينا في فلسطين. قدها وقدود يا استاذ هاني، قدها وقدود، ربنا يا رب يقويكم. طب ايه هي الشروط يمكن اللي مطلوبه للتبرع بالدماء من خلال الحمله؟ والله يا فندم في طبعا بنوك الدم موجوده في كل جهات مصر العربيه وايضا وزاره الصحه، واحنا كمؤسسات مجتمع اهلي سواء صناع خير في اتصال على 15101، اي حد عايز يتصل يتبرع احنا موجودين معاه، وايضا صفحه التحالف الوطني موجوده على الصفحه على الفيسبوك، فكل حاجه متاحه للي عايز يتوجه او يتبرع باي شيء يعني. باذن الله. انا بشكرك جدا جدا جدا. شكرا استاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. أنا بالتأكيد أدعوكم 100% للذهاب للتبرع بالدم لأجل أهالينا في فلسطين. طب عم يوسف أنت هتدعونا، ما تنصح نفسك؟ أنا رايح أتبرع بالدم أنا كمان زي كل الناس. يعني الأمر بالمناسبة يعني ما فيهوش أنه بعمل حاجة يعني ما حصلتش، يعني ما فتحتش عكة، لكن
بما اني انا بقول لك ايوه لازم نعمل حاجه زي كده ولازم نروح نتبرع بالدماء وانه اهالينا محتاجين ده جدا في ظل ما يحدث الان على الاراضي الفلسطينيه، ففي النهايه انا ما اقدرش انصحك ولا انصح نفسي وما اقدرش اشجعك وما بقاش من ضمن الناس برضو اللي رايحه، وانا اعتقد انه يمكن كتير اكيد من زملائي في هذه الصناعه وفي هذه المهنه بالتاكيد هيعملوا ده يعني مما لا شك فيه. خليني أخدك ونروح على جلسة مجلس النواب أو الجلسة العامة لمجلس النواب المصري النهاردة واللي حصل فيها موافقة على قانون تيسيرات المصريين بالخارج. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب. أهلا 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 عمرو. معانا على التليفون سيادة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب وصديقي العزيز. ازيك يا عمرو؟ مساء الفل يا فندم النائب. عامل ايه اخبارك ايه؟ والله بخير الحمد لله. حدثنا عن جلسه يمكن كانت زي ما يقول لك كده جلسه حاميه النهارده، جلسه عامه في مجلس النواب اسفرت في النهايه خالص عن موافقه مجلس النواب المصري على القانون الجديد المتعلق به او مد يعني الفتره بتاعه قانون تيسيرات سيارات المصريين في الخارج. ده صحيح، جلسه كانت هامه النهارده فيما يخص يعني مشروع القانون الخاص بمزيد من التيسيرات على المصريين في الخارج، بس خلينا نتفق على شيء، ان التيسيرات دي حق من حقوق المصريين في الخارج، يعني انك انت تعمل تيسير عشان خاطر المصريين يعرفوا ان هم يعني يستجلبوا سيارات من الخارج ده كان شيء ايجابي. صح. صحيح كان في ملاحظات عديده جدا على مشروع القانون، خصوصا ان المشروع ده يعني طبق لفتره واعيد مره اخرى للمراجعه، لكن خلينا نقول ان اصلا الهدف من هذا المشروع زي ما قلت انه حق للمصريين لكنه دعم ايضا للاقتصاد المصري وتوفير العمله الصعبه. محدش يقدر يعني لا يرى بعين البصيره ان طبعا عندنا تحدي اقتصادي مهم جدا خاص بتوفير العمله الصعبه. طبعا. وعوضا عن مساله الدعوه لجموع المصريين في الخارج وجموع المصريين من يمتلكوا يعني عملات اجنبيه بوضعها في البنوك، فكانت رؤيه القياده السياسيه ان يبقى في تيسير في هذه المسألة لجلب السيارات. أنا قلت لحضرتك في بداية يعني مداخلتي إن ده حق لي يعني المجتمع المصري، حق المصريين في الخارج، لكنه أيضا دعم للاقتصاد المصري. أنا بدعو من خلالك إن يا جماعة الاقتصاد المصري بحاجة إلى كل مواطن مصري وطني شريف. إحنا شايفين التحديات اللي قدامنا، شايفين الصراعات، شايفين الأزمات اللي بتمر بيها مصر، ومصر اللي زالت واقفة على قدميها. أعتقد إنه المشروع ده إدى تيسيرات كتيرة جدا لأهالينا في الخارج، يعني عايزين نشوف كده يعني محاولة جادة لدعم الاقتصاد المصري، وأيضا إن أنتوا تستفيدوا من هذا القانون إنه يبقى فيه عملة أجنبية تقدر تسند الاقتصاد المصري في التحدي اللي إحنا شايفينه دلوقتي. طيب ده هيخلي طبعا مناقشات. لا لا كمل كمل أنا عايز أسمعك. طبعا كان في انتقادات، ده شيء طبيعي لأنه في النهاية يعني إحنا كنا نتمنى إن القانون في يعني أول ما أقر إن ما يبقاش فيه ملاحظات، ما يبقاش فيه إشكاليات، لكن برضو أنا زي ما بقول لك ما فيش ما يمنع إن إحنا في التطبيق لو شفنا أي أثر سلبي إن إحنا نعالجه، أنا شايف إن إحنا ما عندناش مشكلة خالص. طيب هستأذنك يا عمرو، أنا عايز أسألك. أنا قاعد في البرنامج هنا، أنا مش نائب، أنا مذيع، فهسألك بقى براحتي بقى كده. بص يا سيدي، ربنا يخليك يا رب. خليني هسأل إنه إحنا متفقين، أنا وإنت متفقين أظن الكل يتفق على إنه هذا المشروع بقدر ما فيه كثير من التيسيرات للمصريين في الخارج حتى يحصلوا على سيارة بسعر جيد، سعر مهاود بالعربي المصري كده الفصيح، بقدر ما هو أيضا طبعا يشكل دعم للدولة المصرية ودعم اقتصادها بخصوص مسألة العملة الحرة أو العملة الأجنبية. لكن بفكر معاك بصوت عالي، احنا محتاجين انه يبقى التيسير عام، يعني انا بعمل قانون للمصريين في الخارج ما يبقاش في ميزة تفضيلية للمصريين المقيمين بالاتحاد الاوروبي عن المصريين المقيمين مثلا بالمنطقة العربية دول الخليج، وكذا الحال في الامريكتين. طيب يعني اللي هيجيب بتوع الاتحاد الاوروبي هيقدروا ان هم يستفيدوا من اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية زيرو جمارك، اما اللي موجود في الخليج مش هيقدر يستفيد بده. فانا هنا عملت حاله انا اراها كمواطن عادي جدا، حاله من عدم التوازن.
انا عايز المصريين اللي موجودين في الخليج لانه مصري راجع مصر تاني. المصري اللي عايش في الامريكتين او عايش في امريكا او عايش في كندا او عايش في نيوزيلندا او استراليا غالبا مش هيعمل كده لانه مهاجر. صحيح. طيب كذلك المصري اللي موجود في اوروبا هيبقى نوعين، قليل من المهاجرين او كثير ايا كان، وعدد اخر من المصريين اغلبهم دارسين وباحثين وعلماء، فده كده كده راجع. ماشي. طب الناس اللي في الخليج، احنا بتكلم على تقريبا 8 مليون مصري. صح، انا متفق معاك جدا بالمناسبه، لانك انت لما تعمل افضليه يجب ان تكون عامه، لانه مفيش تفرقه ما بين اي مواطن مصري في اي مكان. القانون لا يفرق ما بين المواطنين. بالضبط كده، ويمكن ده كان برضو مسار حديث النهارده ومسار مناقشات حاده وجاده في هذه المساله. طبعا شيء لا احد يستطيع ان هو يتجاوز عنه، مساله العداله ايضا في هذه المساله، واعتقد ان ده ان شاء الله هيعالج بشكل او باخر، بحيث ان يبقى في عداله ايضا في مساله التيسيرات. حلو. لكن انت زي ما حضرتك قلت ان ما ان انت عندك اتفاقيات تبادل تجاري وعفاءات جمركيه، يعني بتبقى خاضعه للاتفاقيات الدوليه الابرمه التي ابرمت مش بس من النهارده، فهي دي يعني تم ابرامها من فتره طويله جدا. صحيح. لكن العداله تقتضي انه يكون الجميع سواسيه في هذه التيسيرات. وانا على يقين ان في التطبيق هيبقى في تيسيرات وتيسيرات اخرى، يعني خلينا ننتظر ايضا اللائحه الخاصه بالقانون، بحيث انه قد نتلافى الملاحظات اللي ممكن نستطيع من خلالها ان يبقى في عداله تامه جدا. ايوه بالظبط، لانه القانون في ايدي واللائحه التنفيذيه في ايدي، يعني انا بقصد انها طبعا في ايد مجلس النواب، القانون في ايد مجلس النواب واللائحه في ايد الحكومه، فاذا المجلس قدر انه هو يوصلنا الى انه احنا زي ما قبل كده كان العربيات اللي بتيجي من الخليج فبتطبق عليها القيم الجمركيه كامله، ثم بعد كده المجلس قدر انه هو يصل مع الحكومه لتسويه انه اخفض القيمه الجمركيه ب 70% من اصلها، فتصبح 30% من اصل ما كان يدفع كقيم جمركيه. انا اقدر اشيل كمان ال 30% دول. صحيح صحيح، انا شايف ان ده مسار احنا متجهين اليه. لكن حلو، ده مش مدعاه ان احنا نقول يبقى في احجام. لا بالعكس، التخفيض، لان هي المساله هنا هتبقى خاضعه لمساله يعني استيفاء الغرض من القانون. اوكي يعني فهمتك. انا اتمنى انه من يستطيع ومن له القدره والرغبه في انه يستفيد من مميزات القانون بالشكل الحالي يستفيد بيها. صح. الرؤيه المستقبليه في ايدينا برضو، في ايد البرلمان والدوله، يعني نقدر احنا نشوف في مسألة استيفاء الاحتياجات بالنسبة لنا، وفي نفس الوقت انك انت تكون حققت العدالة ما بين كل المصريين المقيمين في الخارج، سواء كانوا في دول الخليج او في الدول الاوروبية او ايضا في اي دول اخرى. إذن فهي ما بين الاستفادة المباشرة للمصريين في الخارج، وما بين الواجب الوطني اللي يقدر المصريين في الخارج ان هم يقوموا به تجاه اقتصاد بلدهم. طيب انت حضرتك برضو قلت جملة في منتهى الأهمية، لو تسمح لي اعقب عليها. ارجوك. احنا لما بنتكلم في مسألة استيفاء يعني احتياجات الدولة المصرية في ظل التحديات اللي احنا بنشوفها، ده مش معناه استنزاف موارد المصريين في الخارج خالص، ولا مسألة ممارسة ضغوط معينة عليهم عشان خاطر يبقى في توفير للعملات اللي احنا محتاجين ليها. يا جماعة، مصر بتمر بظروف الجميع يعلمها، مش بس في تحدي اقتصادي، التحدي السياسي اللي احنا بنمر بيه دلوقتي، وطبعا حضرتك موجود معانا في المجلس واعلامي قدير ومطلع، الله يخليك العفو، ويعني التحديات كبيره جدا. احنا مش يعني انا مش عايز اقول ان احنا لسنا في حاجه الى قوانين للتيسير عشان يبقى في توفير للعمر. صح. احنا محتاجين كل مصري يستشعر قيمه التحدي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي عشان يقدر يساند الدوله. مفيش ما يمنع، انا قلت في حديثي ان ده حق للمصريين في الخارج ان هم يكون ليهم تيسيرات وتسهيلات عشان خاطر يستجلبوا السيارات اللي هم عايزينها باقل تكلفه ممكنه، لكن ده في هذا الجانب. في جانب وطني اخر في مساله توفير العمله الصعبه، احنا في حاله حرب وشايفين حدودنا. صحيح. وشايفين الصراع. صحيح. وشايفين القضيه الفلسطينيه، ده لازم نقوله معاك 100%، نقوله بمنتهى الصراحه، بمنتهى الوضوح، بمنتهى العلانيه، ده واجب وطني، هو باختيارك بس هو واجب وطني تجاه بلدك، تجاه اقتصاد بلدك، دعما لاقتصاد بلدك، وفي النهايه هي فلوس راجعه لك تاني،
يعني الفلوس اللي بتتحط دي في البنك في الاخر خالص هي راجعه لك تاني، ما مش متاخده لا ما هي راجعه، القانون بيقول كده بالمناسبه. على كل انا اشكر جدا 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 اشكرك سياده النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، اضم صوتي لصوتك بقدر ما هو تيسيرا للمصريين في الخارج للحصول على فرصه رائعه بانه يجيب عربيه عمليا هتقف بنص ثمنها المتعارف عليه في مصر، ده وش كده يعني، بجانب الى الهدف الذي نراه جميعا هو الهدف الاسمى مصر. طيب عايز اخدكم تتفرجوا على تقرير انا بشوفه واحد من أجمل التقارير اللي ممكن نتفرج عليها. يعني إيه؟ عارف كده قعد واعتدل في جلسته؟ يعني إيه؟ مصر بتتحرك لقدام، مصر ما وقفتش ثانية واحدة من سنة 2014 بصرف النظر عن أي تحدي، حرب على الإرهاب مصر تتقدم، كورونا مصر تتقدم، الحرب الروسية الأوكرانية مصر تتقدم، الوضع الراهن على الأراضي الفلسطينية المحتلة مصر تتقدم. تتقدم يعني إيه؟ يعني مصر ماشية بتشتغل بتزرع بتصنع بتبني بتعمل بنية تحتية. فهتتفرج في التقرير ده على إزاي بنكون مجتمعات جديدة باستدامة وفي نفس الوقت نقلات نوعية فعلية. آه طبعا. طب أنا عايز أعمل أمن غذائي طبعا، عايز أزرع أكيد، بس عشان أزرع فأنا عايز الأرض، طب الأرض موجودة، طب أنا دلتا الجديدة على سبيل المثال، طب أنا عايز المية يبقى لازم أعمل محطات عشان توصل المية للدلتا الجديدة، فيبقى في عندي محطة زي محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف، حلو؟ أقدر أروي بيها تقريبا 500,000 فدان أزرعهم علشان إحنا نقدر ناكل نكتفي ذاتيا نقلل من حجم الاستيراد إلى آخره. هستأذنك تشوف نطلع لفاصل وبعدين تشوف التقرير وهنرجع نكمل الكلام. نقلة نوعية نحو تكوين مجتمعات جديدة مستدامة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتوسعة معرفة مصر بتقنيات معالجة الصرف الزراعي. يأتي مشروع محطة الدلتا الجديدة لمعالجة وتطوير مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب كأحد أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية في استصلاح أكثر من 500,000 فدان في الصحراء الغربية، مما يعمل على تغير شكل الخريطة الزراعية في شمال غرب مصر. هي عبارة عن ثلاث مقسمة لثلاث وحدات، كل وحدة أو كل خط 2.5 مليون متر مكعب، وكل خط مقسم لأربع وحدات، كل ده متماثل بحيث إن هي تديني من مينيمم كباستي حوالي 625,000 متر مكعب يوم أب تو 7.5 مليون متر مكعب يوم. هو أكبر مشروع معالجة في العالم، مفيش مشروع تم تنفيذه في العالم كله بالحجم ده. آخر مشروع كان تم تنفيذه كان هو برضو مشروع مصري، ودي كانت محطة بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مكعب. المرحلة اللي بعديها جت المحطة بتاعة الدلتا الجديدة اللي احنا موجودين فيها، ودي جت بطاقة أكبر 7.5 مليون متر مكعب. المحطة تتكون من 3 وحدات معالجة متساوية الطاقة بإجمالي 131 مبنى، وتقوم بمعالجة المياه باستخدام معدات متخصصة من خلال دمج التقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز الأداء والتحكم في جودة المياه لضمان الامتثال لمعايير الصناعة والمواصفات العالمية والمصرية القياسية. المياه بتدخل أول حاجة على غرفة الانتيك، في يوجد بها 5 ترمبات رفع، 4 جوتي و1 ستاند باي. بنقيس مواصفات المياه في الدخول، على أساسها بنحدد كمية الحقن الكيميائي اللي نقدر نحقنها في المياه. بعد كده المحطات ترمبات الرفع بترفع المياه لغرفة الستلج شامبر بريد التوزيع، بتتم خلالها تقسيم المياه إلى 4 أرباع، كل ربع 2.5 مليون تتقسم على 4. بعد كده تدخل على مرحلة المكاسر السريعة بيتم فيها حقن الشبة، بعد كده المية توصل لمكاسر البطيئة، بعد المكاسر البطيئة بتخرج على التيوب سيتلر اللي بيتم فيها فصل الروبة عن المية النظيفة، بعد كده تدخل على الديسك فلتر.
ثم يتم حقن الكلور النهائي وتخرج المياه على الترع. المعمل هنا بنقدر من خلاله نحدد مواصفة مية الدخول اللي مطلوب معالجتها بالضبط. بنقدر ناخد عينة كل شهرين تقريبا، لأن مواصفة مية الدخول ما بتتغيرش يوميا أو أسبوعيا، بيبقى فيها حيود طفيف جدا، ولكن بنقدر من خلال الحيود ده بنعمل تجارب كيميائية وبيولوجية علشان نحدد كميات الجرعات المطلوبة للمواد الكيميائية اللي بتستخدم في المعالجة. التوجيهات عموما ان احنا نبدأ ان احنا نشتغل على موضوع الطاقة النظيفة، ان احنا نحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نقلل استهلاك الكهرباء ونحصل على القدرة المطلوبة. محطة الدلتا الجديدة تعد من أهم المشروعات التنموية من خلال نقل مياه الصرف الزراعي من شمال الدلتا عبر قناة بطول 174 كيلو متر غربا إلى منطقة الحمام لأكبر محطة معالجة وتنقية وإعادة تأهيل لتكون مطابقة للمواصفات العالمية لمياه الري الزراعي. أهلا وسهلا، أهلا أهلا، ولقائنا الأسبوعي الرائع والجميل والمحبب دائما إلى نفوسنا جميعا مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. أهلا بك مولانا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مولانا. نعم، عندنا أوضاع راهنة وعندنا حرب قائمة، وده هيخليني لازم أسأل على ما هي الحرب في الإسلام وكيف تدار الحرب في الإسلام. أكيد ربنا علمنا مجموعة من المبادئ الرئيسية ننتهجها عندما نكون في حالات حرب حتى مع أشد الأعداء. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الأصل في الإسلام السلم والسلام. آيات السلام وما اشتق منها 133 مرة في القرآن الكريم. آيات الحرب 6، ووصفت بوصف منفر في سورة محمد: حتى تضع الحرب أوزارها. الحرب في الإسلام أو الجهاد المشروع لعلمك جهاد الدفع وليس جهاد الطلب. لا يوجد عندنا احتلال أرض الغير إطلاقا. هو اسمه جهاد الدفع، اللي هو فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بس إن انتهى وخلاص. يبقى نرجع إلى السلم والسلام، لأن هي ضرورة ملجئة أوجدها أعداء الإسلام، لكن الإسلام لا يسعى إلى الحرب. ولذلك في جملة أخلاقيات إسلامية في جهاد الدفع اللي هو الجهاد المشروع بضوابطه أقولها كده بإيجاز. أول شيء، واللي هقوله ده كله هيتنزل على قطاع غزة بالمناسبة في فلسطين المحتلة، أول حاجة عدم قتل أو إصابة مدنيين. عدم قتل أو إصابة مدنيين. الفقهاء في الفقه التراث الموروث عبروا عن ذلك، يعني عن المدنيين، بكلمة الفلاحين، يعني الموادعين الذين لا يستخدمون أسلحة. الكلام ده نلقاه في المنطقة الباجي في الفقه المالكي. نمرة 2، من الأخلاقيات الإسلامية في الجهاد المشروع جهاد الدفع عدم استخدام أسلحة الدمار الشامل. قد تعجب ويعجب المتابعون الكرام، في الفقه التراث الموروث، شوف بقى الفقهاء المسلمين هيقولوا ايه: ويحرم استخدام الرماح المسمومة في قتال الأعداء. يعني قبل ما يطلع تجريم القنابل النووية والذرية والجرثومية والعنقودية إلى آخره، فقهاء الإسلام استنباطا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة تنبهوا إلى عدم استخدام أسلحة الدمار الشامل حتى في قتال الأعداء. وكما قلت، فلا رمح مسموم ولا سهم مسموم ولا سيف مسموم، قالوا كل الكلام ده. نمرة 3، عدم إيذاء الأسرى مطلقا. الأسير يحترم ويكرم ويوفر له الغذاء والدواء والشراب والإقامة إلى أن يسلم إلى الجهة التي جاء منها، ويحرم الاعتداء على الأسير بأي أنواع الاعتداء.
نهائيا يعني الأسير والأسرى، ويا ريت الباحثين يرجعون إلى كتاب معاصر جميل اسمه آثار الحرب للأستاذ الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله. نمر 4، الإسلام مع المواثيق الدولية في أخلاقيات الحرب. يعني مثلا نحن نحترم في الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامي كله قواعد لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية العام 1907. نحن في الأزهر الشريف نحترم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بحماية المدنيين. نحن في الأزهر الشريف بنحترم البروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977. بطبيعة الحال دي أخلاقيات موجزة في الوقت المتاح في الحرب في الإسلام. وأنبه بالنسبة لواجب المسلمين، وبنبه وبكرر، احنا لا يوجد عندنا حرب طلب اللي هو احتلال أرض الغير أو استعباد الغير أو استنزاف أموال الغير. يعني حضرتك حينما ترجع إلى المعارك في صدر الإسلام كلها دفاعية طبعا. ولذلك في خطأ ينبغي أن يصحح لما بيقولوا في بعض الكتب الغزوات، لا غلط، الرسول لم يغزو أحد. يعني حضرتك معركة بدر في المدينة، معركة أحد في المدينة، معركة الخندق أو الأحزاب طبعا في المدينة، معركة فتح مكة كانت لحماية خزاعة التي غادرت بها قريش، خرقوا صلح الحديبية بالضبط كده، الله ينور عليك. مؤتة، تبوك، كله كان دفع الأعداء طيب قبل أن يأتوا ده مدخل لهدم. نعم ده مدخل بالنسبة لي يعني مهمة جدا. أنا هروح للفاصل، لكن أي المدخل بتاعي؟ احنا قلنا فتح مكة لأنهم خرقوا صلح الحديبية. نعم قريش هنا بقى أقدر أقول إنه الحرب في الإسلام تصبح وجوبية في حالة خرق المعاهدات، في حالة الاعتداء على الأرض والبيت والوطن والعرض والدين، صح كده؟ هروح للفاصل ومولانا يشرحها لي واحدة واحدة. فاصل ونكمل الكلام. نعود وبكل الترحيب لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. وأنا قلت مدخل مولانا محتاج فيه الشرح هي مسألة مشروعية الحرب، مشروعية الجهاد ضد من يخرق معايا معاهدة، ضد من يحاول استيلاء على أرضي، بدافع عن عرضي ديني إلى آخره. أولا الأصل الآية 72 في سورة الأنفال، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. معروف أن بعد صلح الحديبية أو دخلت خزاعة في حلف الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد جاءه عمرو بن سالم الخزاعي وقال له قصيدة ختمها ببيت يعني أن هم قتلونا ركعا سجدا. قال نصرت يا عمرو بن سالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبأ الجيش واتجه إلى مكة، لكن هنراعي بعد، أحد الناس أخذته الحمية، ولا داعي لذكر اسمه لأن من الصحابة، والصحابة كلهم لهم الاحترام وإحسان الظن رضي الله عنهم أجمعين. فقالها اليوم يوم الملحمة، يعني يوم بقى إيه الدم للركب. فسيدنا علي رضي الله عنه أرضاه تنبه فقال للرسول مش لقدر الله لا نميمة، ولا ده هو بيقول له كعمل إرشادي لأن ده احنا في موقف دمك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بحكمة انزع الراية منه وادفعها لابنه، لقائل هذه العبارة اللي هي فيها توعيد، لأن الصحابي قال ساعتها اليوم تزل فيه قريش وتستباح فيه الحرمات إلى آخره، يعني يعني عبارات تهديد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا علي نادي في الناس اليوم يوم المرحمة، الله، اليوم تصان فيه الحرمات، اليوم تعز فيه قريش. دخول مكة الله سبحانه وتعالى
أباح ذلك للرسول ساعة واحدة فقط، وعادت حرمتها كما كانت ساعة. والقتل كان عدد بسيط وقليل جدا، إراقة الدماء، وطبعا أنت عارف العفو العام اللي أصدره النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم على أبي سيدنا عبد الله عليه السلام. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تسريب عليكم. أنا أنبه فيما بقى من وقت أن الأخلاقيات الإسلامية ينبغي أن يلتزم بها المسلمون في جهاد الدفع. أمر آخر بس مبطن، مصائر الشعوب والدول لا تعرف لا المخاطرة ولا المقامرة ولا التهور. يعني إذا كنا بنتكلم عن حرب أو عن جهاد مشروع، جهاد الدفع، أيوة، لكن التهييج والتحريض وعدم عمل حسابات معينة لا. يعني مثلا نحن لنا في السيرة النبوية الأسوة والقدوة. يعني مثلا إيه؟ لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصر في بدر، بعض الشباب الذين لم يحضروا معركة بدر ولا النصر في بدر، لما جت أحداث معركة أحد، كان من رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج، ولكن هؤلاء الشباب أخذتهم الحمية وضغطوا بالتعبير العسكري المعاصر، والرسول عليه السلام ذهب إلى أحد. طبعا الجيش كان لسه منهك، لأن أنت يعني جاي من معركة بدر، وكان معركة فيها شد نفسي كثير، لأن كان مفيش تكافؤ في القوة العددية صحيح ما بين المسلمين وبين قريش، ولا حتى في العتاد. طبعا لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلع، ده على الأقل يكون درس لكل حاكم أو قائد أو إلى آخره. فالرسول عليه السلام يعني بعدما قابله بلاء حسنا، لكن الكفة كانت في غير صالح المسلمين. هنا ده بناخد منه العبر والعظات، العبر والعظات. إيه هو؟ إن ربنا يوفق المسلمين ونحسن الظن بحكام المسلمين وحكام العرب. كل واحد طبعا له إمكاناته ومقدراته وظروفه ومؤسساته المعنية. أنا هنا ضد التهييج وضد التهور وضد أن الناس تخوض أشياء أو تحرض على أشياء، لأن بكرر مصالح ومصائر الشعوب والدول ليست بالمخاطرة ولا المقامرة ولا التهور. ولكن نحن سنبذل كمسلمين وعرب في المحافل الدولية وبما أوتينا الجهود لإقرار السلم. وأنا بنبه العالم، أقول أن قطاع غزة ده أرض محتلة شرعا وقانونا ودستورا. قطاع غزة في فلسطين المحتلة الآن هو من 1967 طبعا إلى الآن أرض محتلة، تنطبق عليه المواثيق الدولية من جهة عدم إيذاء المدنيين خلاص، وعدم استخدام الأسلحة الدمار الشامل، وعدم إيذاء الأسرى، ووجوب احترام المدنيين. نسأل الله العلي العظيم الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يرزق الجميع نور العلم وبصيرة الفهم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ألف 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 شكر ليك يا مولانا، ونورتنا طبعا كما جرت العادة، وأسهمت في إنارة العقول. ربنا يخليك لنا مولانا. كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. أخيرا وختاما، قبل ما يدخل الكريم رمزي، كل اللي أقدر أقوله لك، الوضع الراهن وضع شديد التأزم، ووضع شديد الحرج، وشديد المفصلية، وشديد الدقة. أنت بتتابع التحركات المصرية، وأظن أنت بتتابع كويس جدا، شايف الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله آمين من اليوم الأول، لا مش من اليوم الأول، من اليوم الأول في 2014 وحتى هذه اللحظة بيعمل إيه لأجل نصرة القضية العربية.
كل اللي اقدر اقوله له احسنوا الظن برئيسكم. امين. احسنوا الظن بزعيمكم. نعم. بقائدكم. احسنوا الظن برجل وقف امام العالم لاجلكم. احسنوا الظن برجل كان مستعدا للتضحية بحياته وكل شيء لاجل امانكم. خلصت الحلقة، ولو كلنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.